عرفتيهم عرفتو فمي ولا كينشف بزاف قوت ما كنشرب الدواء. ايوا المهم نفكو هاد الروينه دابا من بعد ما حيدنا داك الماسك المنيحي اختي. غندير هاد الماسك هذا ويلي غندير هاد الماسك هذا ايوا ما نعرف اول مره غنجرب هاد الشكل بالضبط. كنجرب هاد لي ماسك جو طابل كنديرهم ولكن هذا النوع اول مره نجرب. واحد السلام اختي 1 2 3 بوعو تيليك في ديك جبتو الغيظ مني مشكلة واحد وحيد خويا دابا نديرو ليها المساج انا عرفت كيفين هاد المسك لي مقرا نختي نتهلا في البشرة سخر لي عيني بيني بشكل هاد الجو خلص ما نخليوه راه واسع بحال تبسا مشروع تا 50 دقيقة من الماسك بحال مصر توصل اقسم لا اقسم لا نطلق بعد ما نحيد هاد الماسك هدا وجدت انايا وهاد الماسك لي غندير عندي قهوة مطحونة على اليد وصفار بحال هكا غادي نخلطهم مزيان وغادي ندير لكم ماسك غير انا نحيد هاد الماسك هدا ياه يا ودي بيا لالا راه باقي ما فاتش وقت وانا ما كنخليش كتر من القياس. دابا وجدت هنايا الماسك ديال القهوه وصفار بيضاء راه بدا كيعقد ولكن غادي نوجد معاه واحد الحاجه اللي هي هاد الكابسول هادي اللي كنديروها في الماء وكتولي على شكل ماسك ديال الوجه التليفون ما كيسكتش ياك باش غادي نابليكي الماسك وغنحط عليه هاد الكابسول هادي باش ملي نبغي نحيدو كيجيني ساهل فوالا اللهم بغا تحل اخيرا تحلات غنديرها في الماء ونعصرها ونديرها فوق وجهنا منين نابليكو الماسك يا بسم الله شفت معايا هنا غرف ديال الماء غنديرها باش تطلق شوف شوف طلقات وبدينا بسم الله كنابليكي الماسك هذا من احسن لي ماسك هو وديال العسل والحامض كنت كندير فاش كان عندي الحبوب في وجهي كتير ايام الحزقه في دارنا كنت ماما شرات واحد العسل ايوا داك العسل المسكين كله تلصتو على وجهي غير عادي ديال الليمون ماشي ديال ماشي حر زعما ولا شي حاجه ايوا كنعصر نص حامضه وكندير داك العسل المسكين كله مشى على وجهي جوج طاسات ديال العسل هو اللي كان عاوني بزاف باش نحيد السيكاتريس ديال الحبوب اللي كان عندي في وجهي من بعد ما عشت الحبوب بطبيعة الحال انا ما كانوش عندي الفلوس باش غادي نبدا نقلب دوز عند طبيب ديال الجلد ولكن ماشي ما عنديش امكانيات باش نبقى ندور من طبيب لطبيب ولا شي حاجه انا غنعصر هذاك الماسك الخاوي فوالا ونحطو فوق من وجهي ونتلقاو ما تخلو ما تدهشو دير غير انا ناهي ضحكت من قلبي وصلتوش للجناب هذا هو المشكل انه فيما تحط في الاول كيبقى اذا فاش غنبغي نحيدو غيحيدنا غير هاد البلاصه اللي شاتو هاد البلاصه غنضطر نحيدوها حنا انا جيت للدوش قربت نحيد الماسك داكشي اللي شاط لي درتو ليدي هاد الماسك هذا راه
كيبقى كيكرم، ومني كتبغيو تحيدوه كتحكوه بحال القماش اولا كديروا هكا كيبدا يتشقق، فهمتوا؟ بالنسبه للوجهي راه غيتهز هادشي كله اللي مخبي هذا الماسك هذا جو طابلا، راه غيتهز وغادي يبقى لي غير شي الاخر باش نحكو بحال هكا. ما كيفاش شوفوا شفتوا كيفاش كيتحيد، راه كيخلي واحد البياض غزال وما صح. شوفوا بحال هكا كيتحك غزال صراحه، واعر واعر واعر. دي من بعد الماسك كيفاش ولا، وانا عندي هنا في الدوش ما كايناش الاضاءه، فما بالك بالوجه. شوفي 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 شوف. انا باقا تنحك باقي ما غسلت ما والو. واو ما شاء الله. ايوا اختي ساليت ساليت الماسك ديالي، درت تقريبا عرفتو راه باقا هذا، كنت غنزيد ديال الكركدي، كنت غنزيد بزاف ديال لي ماسك اخرين ديال الروز، بزاف ديال لي ماسك. قلت عاد ولا مش طراجيم، ما عرفتش شنو جاني اليوم. قلت حتى الغدا ان شاء الله ونصور معكم الاخرين. دابا غادي ندير حاجه واحده اللي غندير، ما حطيت غليت اختي فوجي، غنحافظ على التهلو اللي درت، وغادي ندير هاد البوماده هادي ديال الزعفران، هي اللي كتعالج الاثار ديال الحبوب، وفي نفس الوقت غندير المرطب ديالها حتى هو. انا اختي راه كنمشي غير الحاجه اللي كتجيني مع وجهي، واخا تكون رخيصه ما كنقلبش على الحاجه اللي كتكون غاليه، وفي نفس الوقت خاصها تكون الحاجه اللي كتجي معايا، يعني ما تكونش شي حاجه اللي ما تجيش معايا، فوالا تكون شي حاجه اللي كتجي لي معاك مرتي. ايوا المهم غادي نرطب دابا مزيان، هادي راه مزيانه حتى لي سغن، زوينه زوينه زوينه. انا راه كنستوكي منها، عندي هادي عندي هادي وعندي باقيين جوج باقي ما حليتهمش، فوالا كنلقاها كنستوكي منها، سيختو كنلقاها بثمن رخيص وفي نفس الوقت زوينه. دابا ما حدي ما خرج ما والو، غنديرها في وجهي كترد داك البشره ديالك بحال البشره ديال الكوريات، غنديرها غير حتى تشرب البشره تتابسوربا دغيا، وملين كتابسوربا كتخلي لك وجهك بحال كتحسي بيه بحال ناشف، هو راه العكس راه كيتغطى وكيشرب هذوك هذيك البوماد ولا لا كريم. انا نخليها تتشرب البشره، وغندير المرطب ديالها اللي هو هذا، ندير هذا المرطب هذا حتى هو زوين كيخلي البشره رطبه. نخليها تتشرب البشره مزيان، عرفتو راه عطيتها لجارتي، ويلي ويلي على الضفر ويلي على الضفر. جاي كنهضر معاكم وانا نشوف ضفري. عطيتها لواحد جارتي قالت لي الله يرحم ليك الوالدين، كتنقي وجهها فريمون. ودابا غنغطيو بهاد الكريم ديالها نيت، كلينيكس كنشوف وجهي بكلينيكس مسق ليا في يدي، اهم حاجه كان يتغطي هاد البلاصه ديال العينين، هي الاولى كنرطبها باي حاجه اي مرطب ولا اي كريم، حيت انا ما عنديش لي سيغ وما باغاهمش يكونوا، واخا هاد ليا مطره ما كناش مزيان خصكم ولا تقنيه، ما كناكلش مزيان كيجيني الجوع بالليل وما كيخلينيش ننعس، وما عنديش الحق نزيد ناكل، ما عنديش الحق ناكل بالليل كاع، وما عنديش الحق ناكل شي حاجه اخرى من غير الخضره. فوالا صافي دابا غادي نكحل عينيا غنوض باش نكمل الروينه اللي في الكوزينه، تغدى ان شاء الله نديرو دي ماسك واحد اخرين نتهلاو في الوجيه ما طلع ما طلع. المهم اختي ساليت وجهي كيفاش ولا، تديوش على الدروينه هادي ديال عيد ميلاد سيليا. انا راضي على النتيجه، ما ديوش على الروينه، نجمع هاد لابوراتوار هذا، شوفوا كيفاش ولا لابوراتوار عندي مرون،
ولكن قبل ان اجمع سوف اجمع الكوزينه، لانه الكوزينه ولات حلته هي اللي بقات لي اصلا. ناري وليت نحرس وندقدق ولي هي اللي بقات لي في الدار نرونا نجمعها. ترو ها الدروينه كامله خصني نجمعها بلا ما ندور لكم. لا دروينه حتى هي اللي من هادشي. ايوا هادشي كله خصني نجمع القد. كنت غنكحل عيني وندير شويه الماسكارا، سقطت ما درت والو. قلت حتى نسالي الروينه ديالي هاتيك ساعه نتقاد. اول حاجه غنديرها غنحول الحوايج من ماكينه الصابون للسيشلاج ونمشي نجي حتى الروينه هادي. اللي نقي نحطهم في بلاصتهم ونشربو بلاصتهم، واللي مسخن نحطهم في لافيسيل. دابا لي ماشين بجوج خدامين هادو السيشلاج وماكينة الصابون، وغي خصني نخدم حتى لافيسيل تاهي باش نتهنا ونرتاح. جمعت الدنيا خصني غي نمسح البوطاجي. هما هما يا شباب صافي غنمشي غادي نرتاح واحد شوية نتفرج في المسلسل ديالي يا بخي. غادي ندير المونتاج ان شاء الله وغادي نفتح لايف في تيك توك. هذا هو البروغرام ديال النهار اليوم اللي غادا به. ما عرفتش واش لاحظت ولا لا، انني نقصت مني تبارك الله ما شاء الله 8 كيلو اللي نقص بسبب الريجيم اللي خرج ليا الطبيب. هذه كانت كتجيني من بزير على فكره. هذه البيجامه كنت خديتها شحال هذه وما جاتنيش، دابا ولات كتجيني مفضفض اختي. كلشي ولا كيجي مفضفض، كلشي ولا كيجي مفضفض. ايوا المهم انا باقا متبعه ان شاء الله. غادي نصايب البلا لي غناكل اليوم، غندير فيه غير خضيره هكا مسلوقه، وغنصايب لسيليا وبابا طويجين، غندير لهم طويجين، نقدر ندير لهم طويجين ديال التيست خضيره ولا بجلبانه وصافي. هادشي لي كيمر بعدا المهم راسهم ونكمل الباقي. حتى هاد الاعشاب هادو عاونوني بزاف باش انني نقص في الوزن. فيهم بزاف ديال الاعشاب، فيهم الريحان، فيهم النعناع اليابس، فيهم اليزير، الساميه، الباغونج، الكمون الصوفي، اللويزه، المورينغا، بزاف 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 ديال الاعشاب مخلطين هنايا باش كينقصوا في الوزن وكينقيو الجسم بحال ديتوكس، كينقيو الجسم من السموم ومن الاشياء اللي هي خايبه، وكيساعدوا الجهاز الهضمي باش كيدير الخدمه ديالو. حيت انا عندي مشكل في الجهاز الهضمي، المقاومه ديال الامراض الباطنيه بزاف بزاف، وكيحيد داك التعب وداك القلق اللي كيكون فينا وكيهدنوا الاعصاب. بصراحه كتحسي براسك مهدنا، واخا تكوني باغي تاكلي بنادم كتحسي براسك مهدنا بهاد الاعشاب. هاد زوينين بزاف اللي كندير من النهار اللي خديت اللقب ديال القنيه. كندير هنايا زلافه فيها الرز وفيها الماء معمره على غيبه لكم من هنا، وكندير هنايا الخضره كامله اللي بغيت باش انها تولي بحال مسلوقه. هي غير كطيب غير بالضغط ديال الكوكوت كامله بحال هكا، كنرش عليها مليحه. وهذا الرز كنعمر عليه بالماء في السلافه وكنسد الكوكوط، كنشعل عليها عافيه متوسطه حتى كتبدا تصفر الكوكوط، وكنقص عليها كنخليها ربع ساعه كنطفي، كنحل كنلقى كل شيء بحال مسلوق بدون قطره ماء. الماء راه كاين غير في الرز. الى العشاء انا هو طويجين دجاج والبصله وجلبانه، وغنزيد عليهم واحد شويه ديال الزبيب. يا سلام.
هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم، وتهلاو لي فراسكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. نقول لكم غدا نقدر نحط فيديو واحد اخر غدا. كاين واحد المفاجاه جايه في الطريق ما غاديش نحرقها ان شاء الله، ما عرفتش فوقاش غنحط لا فيديو ديالها، مي حتى تكمل الامور كامله ان شاء الله ونفاجئكم واحد المفاجاه كبيره كبيره بزاف. شنو نقول لكم، تهلاو لي فراسكم نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه. بيسو كبيره لكم، بغيت نكمل معكم بزاف الحوايج ولكن الفيديو غادي طويله. تهلاو لي فراسكم، باي.